اليوم الطبخة جابتنا المدينة 9 نيسان، هذه المدينة القديمة الحديثة، يعني هي مو قديمة قديمة، شوية قديمة أو حديثة. أهم معالمها أو النقط الدالة عليها هو ملعب الصناعة الرياضي ومعرض البيع المباشر بالحبيبية، وهذه المدينة تفصل بين الحبيبية وبين البلديات، وحتى تكتمل المعادلة عندنا بين الطبخة والجيران، احنا حددنا الطبخة، لكن نروح نشوف الجيران منه اللي هم عائلة أم محمد وعائلة أم ستار اللي راح يتبارون بطبخة الدولمة وراح نشوفهم. شوف اولا ام محمد شبه هيئه لنا شلون راح تطبخ الدولمه، شلون تسويها، باي طريقه، ايش راح تخلي بيها. نشوفهم نتعرف عليكم. السلام عليكم. شلون الصحه؟ شلونك حجية؟ الحمد لله، الله يسلمك. على شباب شلونهم؟ زين الحمد لله. بس خلنا اتعرف عليهم. انا ابو قيس. ابو قيس. ايه بس اسمك؟ انا حمزه. حمزه. ام محمد. ام محمد حمزه ابنك. اي ابن. ان شاء الله. و علوان. علوان نسيبها. ماخذ بنتها. بنتها شلون تطبخ بنتها؟ زين؟ لا زين. والولد شو اسمه؟ انا ابنها. هي بيبيتك مصطفى. بيبيتك شلون تطبخ؟ لا زين. ها بين عليك تحب الاكل مصطفى. واحد زين يحب الاكل مصطفى. يا اكله تحبها من ايد بيبي؟ الدولمه. الدولمه؟ يلا هي اليوم سباقنا على الدولمه. ان شاء الله. ها؟ زين، انتم ايش قد صار لكم هنا بهذه المنطقه؟ صار لنا سنه هيك. ها مو هواي. اي مو هواي. وزين اللي بيتم ستار اللي وياكم بالمسابقه تعرفوهم من زمان وكذا؟ اي من زمان. هم قبلكم بالمنطقه لو هيك؟ اي قبلنا. اي زين. صار بيناتكم انتم تودون لهم اكل مثلا؟ هم يجيبون لكم اكل؟ اي ان شاء الله. اي كل شيء هم يجيبونه واحنا نوديه. شلون يطبخون هم؟ هم طيب خوش. انتم ايش تعتقدون اليوم بيتم ستار يفوزون لو انتم؟ والله ماكو فرق لنا بين البيتين. واحنا هو بيتم ستار. ماكو فرق. ماكو فرق ان شاء الله. هو الموضوع اليوم عندنا مو الاسرع، لا الاكله الاطيب ان شاء الله. ها ان شاء الله. زين. انت مصطفى بياصف؟ انا صف سادس. يا سادس ابتدائي. مصطفى سادس بالكلية. وشنو بطل؟ بطل. ليش بطل؟ ليش بطلت؟ بطلت اشتغل. شو تشتغل هسه؟ انا اشتغل بالعمارة. ممتاز. وش الشباب شو يشتغلون؟ انا شرطي. وعلوان؟ انا بشركة. ان شاء الله. زين. ابو من قلت لي؟ ابو قيس. ابو قيس. أم قيس تطبخ أحسن لو الحجية؟ لا شيء عادي الحجية. والله يعني هي البركة. يعني أقول لك لأن أم قيس ما موجودة لو؟ لا لا عادي والله. بدون مجاملة. إذا أم قيس موجودة هم تقول الحجية؟ الحجية. أي طبعاً الوالدة بعد هي الأساس بالطبخ. هي الخير والبركة. زين أنت شنو تفرق من تزوجت مثلاً بالأكل؟ إنه تقول لزوجتك والله الحجية كانت تطبخ لي طبخات شوية أنت ما قدرت تسويها. لا اعتيادي يعني إحنا أكلنا كله من إيد الحجية. إن شاء الله خير وبركة. هسا إحنا شو نسوي؟ يعني خلينا نتهيأ للموضوع الدولمة. شوف بها طريقة راح هي أكو أكثر من طريقة يمكن إلى مو حجية. شلون؟ يعني أكثر من طريقة للدولمة. ما يعني ما أعرف. يعني قسم يخلون بياها لحم، قسم ما يخلون، قسم يخلون باقي له يخلون. لا باقي له مو بالطعم. وأنا سمعت أكو يقول الدولمة الكردية يخلون ياها لبن بدل المعجون. اي وخلوه شبنت. انتم بها طريقه راح تسويها؟ طريقه خلينا شبنت ومو شبنت، خلينا معدنوس وكرفس ولحام. زين خلينا نقوم نشوف نشوف شلون الطريقه. يلا يلا يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل هنا استريح استريح بمكاني. طيب شلونك بالدولمه؟ لا زين. ابو قيس يقول ام قيس ما تعرف تطبخ. لا الحمد لله يعني بعض الشيء. شو تعلمت من الحجيه بالطبخ؟ يعني تعلمت الدولمه الكبه. مرق الفاصوليا الباميه. هذه شنو المحتويات اللي بيها صار؟ التمن واللحم. والبصل. بصل. وكرفس. كرفس. معدنوس. ومعدنوس والبهارات مالت الدولمه. اكو بهارات خاصه للدولمه؟ اي طبعا اكو. وملح زين طبيعي. اللحم شنو ايضا غنم لو عادي؟ لا لا غنم بدي. ها نخلي هذا حجيه. خليه حجيه. بعد يا اكله دي شاطره بيها كبه مال برقل. هيك صحيح. ها يلا نقيسوه يعني.
كبة التمن. هن ذن الأكلات العراقية الطيبة اللي طيبة. ها المشهورين بيها. حجي يعني خابرت بيتهم أم ستار. يعني والله أنا ما أرد أقول بس لازم أقول لك. إن شاء الله قول. يعني تقول أنا دائما أدز لها أكل. إي دز. إي وتقول بس هي من تدز الأكل مو طيب. هي تقول. إي. كيف بعد. وتقول أنا أسوي الدول ما أحسن من عندها. كيف بعد. ها شو تقول. يوم نصير أشطر من عليه. ها. يوم نصير أشطر من عليه. بس هي تطبخ أحسن له. لا طبعا نحن. ها. زين إحنا بكل حلقة. نتوجه للكاميرا ونتحداها للمتسابق الأخ اللي ويانا جيراننا ما شاء الله ها فهيك كلتنا نبوا على الكاميرا اقولها نتحداك يا ام ستار احنا نسوي احسن من عندك يلا يلا حجية يلا ام محمد بعيني ها على الكاميرا هنا اقول ام ستار انا احسن من شطبخ الدوم يلا حجية يلا بدي جارتي ما يصير احكي لا لا مو هي حكت حكت علي اي قالت انا احسن من ام محمد اسوي الدولمه يلا انا احسن منها ان شاء الله لا باعي باعي على الكاميرا ان شاء الله نحكي قولها انا احسن منك اسوي الدولمه زين انا راح اعوفكم واروح لمستار اشوف وين وصلت وسوت زين وارجع اجيب لكم الاخبار بس لا تقولوا لها محمد قال لنا على الاخبار ماشي ان شاء الله يلا يلا اترككم تسوون الدور طبعا هسه وصلنا لبيت مستار وراح نتعرف على العائله نتعرف على ابو ستار ونشوف شمها ايه للدولمه ايضا بها طريقه راح يسويها مثل ما سوتها الحجيه ام محمد السلام عليكم السلام شلونك شلون صحتك مرحبا شو اخبارك اهلا وسهلا وياكم مهيئين جدر الدولمه لو لا الحمد لله مفوت يلا اهلا وسهلا تفضل اهلا وسهلا بيتك حلو ما شاء الله الحمد لله انتم احلى ان شاء الله ايش قصر لك هنا ساكن حوالي 6 سنوات وايش تشتغل انت انا متقاعد نعم متقاعد كل شهرين الراتب كل شهرين مكفي الراتب لولا والله ما مكفي هو بس شو نسوي احنا لا شارع يعني الله كريم زين مجبورين خلينا نتعرف على العائله خلي يجونا اهلا وسهلا بكم يلا تفضلوا يا اهلا وسهلا بكم الله يساعدكم اهلا وسهلا يا اهلا ومرحبا اهلا وسهلا حجيه يا اهلا ومرحبا تفضل هنا المنزل قاعد بالجا ها جيبوا لنا كرسي للحجيه جيبوا لي كرسي السلام عليكم عليكم السلام هنا هنا بعد 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 جيب الكرسي بعد اللي جاي اللي جاي ايه تعال تعال انت يمي تعال هنا يمي حيدر ومنو بعد ام سيف يلا تفضل ام سيف تعال ام سيف السلام عليكم عليكم السلام تفضل هنا 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 ام سيف حيدر انت الوسطاني مو؟ لا الصغير الصغير انت وطالب ولا؟ والله لا عندي حجية شلونك انت سلامتك الله يسلمك سلامتك تعالوا راح يسوي لنا الدولمه يا ابي ام محمد تقول انا اسوي احسن من ام ستار الدولمه الله يخليك ان شاء الله ان شاء الله من راح يسوي لنا اياها هسه ام سيف تسويها ام سيف اي ام سيف بيتكم الكبيره وساكن هنا وياكم مو شلونك ام سيف يا ابي احنا مرينا على ام محمد تقول انا احسن طباخه بالمنطقه اكو شيء ان شاء الله نشوف ان احنا ان شاء الله احسن ها شنو الاكلات العراقيه الطيبه يعني اللي دائما تسووها بالبيت كبه دولمه بانيه برياني وام سيف منش تعلمت الطبخ مو طبعا ان شاء الله وابو سيف شلون بالطلبات مالك ابو ستار العفو زين هادي وهاي وياكل اي شيء ما يقول شريت سمه شريت بامي لا 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 ما يقول بس احنا نسوي دائما هذا اكلنا ابو ستار اطيب اكله تسويها الحجيه شنو والله كل اكلاتها طيبه ها وام سيف زين ما اكل من ايدها والله تربيتها طبعا بس تقول ام سيف لان هي بنتك بتقول عام لا 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 بتونس يا تطبخ احسن لا لا نفس الشيء فاللي ما تطبخه هي تطبخه امها ونفس الحالة ونفس الشيء حيدر يا اهل احسن يطبخوا الوالده لو ام سيف ما تقول احسن منك اليوم انت متزوج ولا ما متزوج؟ متزوج الحمد لله والمره شلون تطبخ؟ والله تطبخ بس ماكو مثلك اليوم مو مثل الحجيه طبعا لا ماكو طبعا مو مثل الحجيه والله الحجيه ياهل ياكل يعني تذكره كلها يقول اكل امك طيب ياهل ياكل ونفسها نفسها طيبه اكيد هسه نفسها موجود بالله طبعا كل اكله تتبع نفس الطباخ طبعا نفس الطباخ نعم. كانت نفسيته طيبه طيبه والله لو سوي ما هيك يعني شلون ما كان اكله
اي شيء يعني هي تصير طيبه اطيب اكثر صحيح المهم نفسيه يطبخ صح أي. صح يعني انت سلامتك ام ستار خير ايش بيك الانفجار اي قمنا نطبخ وسوت اسلحه على الغرب طلع نار هنا بهالمنطقه لا بالكاب اي شو بدي اسالك ما ادري يا سنه ما 2007 طلق ناري وانا عندي سكر سلامتك وسلامة ابو ستار والاولاد والبنات ان شاء الله يعني البيت يضل عامر بحسك ونفسك ان شاء الله الله يسعدك المهم احنا هسه خلونا بموضوع الطبخه مالتنا ام سيف انت شنو متهيئه بالدولمه ان شاء الله ها زين احنا هي ام محمد باعت على الكاميرا وتحدث تحدثكم فانت باعت على الكاميرا لازم هاي الكاميرا يقول انا احسن منك اطبخ لك اتحداكم محمد انا احسن منك اراكم يلا ان شاء الله اذا هسه احنا شنو نروح للمطبخ ها يلا شوف شو تسوون انتوا يلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ام سيف هذه الحشوه ايه؟ حضرتها لحم احنا قبل الحشوه يعني احنا انتوا لو شويه منتظرتنا وقدمنا صار الموضوع هو اصلا يصير بالبدايه يتم من الحضر له ينثروا من اللحم لا اللحم اجيبه مفروم من المحل نعم القصاب نعم وبعدين افرم الطماطم والبصل والكرفس اي كلهم نسوي اي كلهم اخلطهم يصيرون هيك ومحجون مي طماطم ويا اللحم نخبط نسوي بعدين نجيب التمن التمن شو نسوي له بالبدايه او نقعه بس نغسله بس نقعه ونغسله وصار شو احسن مثل البرغل مو له لا هو تمن تمن بس ناعم هذا يصير شويه هذا شنو التمن هذا تمن عنبر خليت اها حطيت نكهه وهيك شيء وملح نخليه ملح وبهارات مال دومه اي وبعد شنو ملح وبهارات مال دومه ومعجون خبطتها على المواد اللي حضرتها زين هسه نبدي نلف نلف يلا نلف هذا السلك هذا السلك هنا وهذه باذنجان وفلفل عام وحشي زين وبعد شنو هاي طماطم وبصل زين يلا خلينا نشوف شلون البصل دائما بالبدايه دائما بالبدايه اها يساعدوك الولد هنا بالمطبخ لو لا 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 ما يساعدونه ليش تعال تعال حيدر تعال تعال بس ياكلوا ما يصير ما يصير يلا خلي اللف ها والسلق لانه خفيف وبسيط حتى يستوي بسرعه زين ايش عجبا مخلين اكو يخلون لحم او عظام حتى تطلع اي صحيح بس احنا مزيدين لحم وقسم باقي اللي يخلون صحيح لازم نسبة اللحم يصير أكثر بالتمن؟ يعني يصير هو الكيلو بنص كيلو، احنا خلينا كيلو وبكيلو اليوم. كيلو تمن وكيلو لحم؟ ايه كيلو. اها. أنا من أنصار المرأة. اي ومع أن الرجل يشتغل ببيته. ايه. يساعد زوجته. لازم. مو؟ طبعا. أكيد. وبعد شنو الأكلات العراقية اللي احنا البرياني وتمن شعريه وهذه وعليه لحم نعم كبه يحبون الولد سوي لهم ما تمن لو مال برغل الكبه كبه برغل عادي هسه الواحد يسوي لها هذا هواي الحشو لو لا زين هيجي بس احنا نريدكم شلون نسوي لنا جدر لانه محمد قال ثاني اسوي لا ان شاء الله انا احسن من عتا ولو احنا جيران المفروض ما هذا يصير بينا انتوا ايش قصاكم ايش قصاكم تعرفوهم صار لنا تقريبا والله هم نزلوا ناس ساكنين جديدين طبعا قالوا صار لنا سنة هو سنة احنا تعرفنا عليهم شلون علاقتكم ويا جيران وياهم والله هم ناس طيبين كلش زين احنا مثلا نسوي لنا اكلة حلوة هذه نروح نغص على الجيران نودي لهم معهم بالمناسبات مثلا من يصير طبخ هواي تساعدوهم تروحون هم يساعدوكم او باخذ جواري مجتمعنا خاصة الشرقي يعني تعرف من يصير مناسبة فرحة وحزن كل البيوت تنفتح كل البيوت تنفتح والعراقيين هو رغم كل هاي الظروف ما تغيرت هاي العادات لا ما تغير بالعكس ما تغير والحقيقه هو احنا يعني هذا احنا تحركنا بالمدن هسه يعني بين العوائل اريد ناكد انه هاي العلاقات الحميمه بعدها بين الناس بين الجوارين بين يعني انت تفرح جارك وتحزن الحزن او يمكن اذا تجوع تروح تتغدى تدق الباب على جيرانكم وتقول لهم محمد بعد هذه التفاصيل البارحه حمزه دزيت له معود على الشبي البارحه حمزه ابن محمد لا والله اي والله لا عادي
تدري وش قال لي؟ يقول حيدر روجني يوميا جوعان طوني اكل. يقول مره جيني السمكه يقول قضى عليها حيدر. صحيح سعاني عادي باكل عادي ما في اشكال. هو هم يحب ياكل. ماشي هسه انا اترككم واروح يا ام محمد نشوف وين وصلت ونرجع لكم. مش قد ما تتفننون بالموضوع طبعا تفوزون ان شاء الله. واذا هم مثلا هو بقى يعني الراي للجنه شلون يتذوقون الاكل. يلا انا اروح يا اهلا وسهلا بكم.